السلام عليكم. مساء الله وبركاته. نعم. ولد. نعم. ورحمة الله. هسألك سؤال يا شيخ. اتفضل. دلوقتي زوجها توفى وهي عندها 70 سنة، فهل هي عليها عدة الأربع شهور ديت؟ عليها عدة، لكن العدة هذه لها مترتبات. فإن كنت تسأل عن المكث في بيت الزوجية ففي هذا خلاف، هل تمكث في بيت الزوجية أم لا؟ وأختار رأي عائشة رضي الله عنها أنها تنتقل إذا شاءت، أما سائر الأمور المتعلقة بالإحداد لا تكتحل، لا تتطيب، لا تخطب، لا يصرح لها بخطوبة ولا بزواج إلى غير ذلك.